قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وفاجأة كده يلاقي الدنيا مك من الكهرباء مك كيفيس حوالين منه كده كل حاجة واحد. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ثم تلحق نفسك الوقت بقى على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. تخيل كده بقى الحرامي كل اللي سرقه هيجي شايله على ظهره كده. قابلنا ولد مرة يا دوبك اتكلمت دقيقتين عن الجنة والله لم أزد. الولد يبكي قاعد ابص له كده حتة صغيرة كده ولا شيخ انا عملت ذنوب اهو ليه عامل ايه ده ولا شيخ انا ما خليتش حاجة الا ما عملت واللي والله ما سبت حد الا لما سرقت او ظلمت او شتمت او ضربت ما عرفش حد الا ليه حق عليا. تخيل انت بقى اما يشيل كل دول على ظهره ويجي بقى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه في حاجات كتيرة قوي وكل واحد أضى بحاله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بالنفس يا جماعة بالنية بالفكرة بالعزم بالتصرف إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هل تتخيل بقى ان مجرد غمزه بالعين كده هتيجي؟ هل تتخيل مجرد اشاره كده على واحد ولا اي حركه ولا اي تصرف ولا كده ده كله مكتوب وهيتصور وهتشاهده وهتعيشه احصاه الله ونسوه. ولان اللي عملت الكلام ده هتقول له المشهد ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملوا كل حاجه موجوده. تخيل كده مثلا واحد كده يروح يقول له انت عندك كسرت اشاره مرور يقول انا ده ما حصلش هات الصور. تخيل كده لما يؤتى بك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ليس هذا فحسب اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا. انت مني هتتعذبي معايا هتتنعمي معايا داري مفيش حاجة هتتداري خالص لأنه كل واضح كل ظاهر لا خفاء كل شيء هيظهر كل شيء هيبان فضيحة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الكل مكشوف. تخيل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فيدك يا عبد الله أعضاؤك جوارحك جلدك سيشهد عليك. أنا اللي عملت الكلام ده هتقول المشهد لما شاهدتم علينا انت مني هتتعذبي معايا هتتنعمي معايا داري مفيش حاجة هتتداري خالص لأنه كل واضح كل ظاهر لا خفاء كل شيء هيظهر كل شيء هيبان فضيحة. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. تم تلحق نفسك الوقت بقى.